وتواصل جديد والزملاء يتواصلون بالتالي. متواصلين مشاهدينا الأعزاء في هذا المساء، في مساء الجذاع البكار وكذلك القعدان وختام المرحلة الأولى لسن الصغار في هذا السباق المحلي الثالث. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط، هذا هو الشوط العاشر ويعتبر هذا الشوط الخامس لفئة القعدان. نتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى من يحتل المركز الأول، محير على المركز الأول لهجن الشحانية، تضمير محير مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. دور المركز الثاني ظبيان لهجن الشحانية، تضمير مع المضمر المشاقب محمد بن خالد العطية، ويأتينا على المركز الثالث ويتقدم البدع لهجن الشحانية بقيادة المضمر حمد بن علي بن حلفان المري. هذا هو البدع، هذا هو البدع على المركز الثالث. ومن خيرة القعدان التي شاهدناها في الموسم الماضي، أول ظهور له في هذا الموسم، وأغلبية الهجن اللي شاهدناها الليلة يمكن يكون أول ظهور لها في هذا السباق المحلي الثالث، نتمنى لها التوفيق. المركز الرابع يتقدم هنا ذيب أو المتحد لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم آل ثاني، التضمير مع فهد بن سالم بن مسعود، ينطلق إلى المركز الرابع ويتسلل بدوره. المركز الخامس يتواجد فيه شداد على المركز الخامس لهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري. لليوم أبدع وتميز بن فاران، تميز في هذا المساء وهو نجم هذه الأمسية بكل ما تحمله الكلمة من معاني. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. مقدمة الشوط محير على المركز الأول لهجن الشحانية بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المشاقب يتواصل في تضمير المركز الثاني. هنا ظبيان لهجن الشحانية بقيادة المضمر المشاغب والعالمي محمد بن خالد العطية على المركز الثاني. نشوف المركز الثالث، وهذا هو البدع، هذا هو البدع اللي يبغي يبدع الليلة، اللي بيبدع في هذا المساء على المركز الثالث لهجن الشحانية بقيادة المضمر حمد بن علي بن حلفان المبدع. المبدع يضمر البدع في هذا الشوط. المركز الرابع يتقدم ويتسلل ويتحرك، شعارها للريان، الشعار الرياني قادم على المركز الثالث مع المتحد لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم آل ثاني، التضمير مع فهد بن سالم بن مسعود. المركز الرابع اللي يغير إلى المركز الثالث هنا أم صيحان، أول نداء له، أو على المركز الرابع في هذه اللحظات لهجن الشحانية أم صيحان، التضمير مع المضمر سالم بن فاران. وعلى المركز الخامس أيضا شداد لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران. نعود إلى المركز الأول وإلى محير اللي يقود المنطلقين في هذا الشوط. محير على المركز الأول ويسيطر على هذه الانطلاقة منذ أن أعطي هذا الشوط إشارة البدء، وهو سيد الموقف وهو البطل حتى هذه اللحظات. نشوف شعارات هجن الشحانية قادمة، وشعار من هل الريان، ممثل الريان في هذا الشوط، ينطلق على المركز الرابع وينافس بقوة لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم آل ثاني، التضمير مع فهد بن سالم بن مسعود. بينما المركز الثاني اللي أشوفه يتحرك تحرك قوي ظبيان أيضا لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثالث اللي من الجانب الآخر يتقدم هنا المتحد لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم آل ثاني، التضمير مع فهد بن سالم بن مسعود. وعلى المركز الرابع أم صيحان أيضا لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران. وخامس المراكز يتواجد فيه شداد لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران. ونعود إلى التنافس المثير، محير محير محير، ما زال على مقدمة الشوط اللي حيرنا معه بهذا التقدم الممتاز والعصاقوس. محير متابعينا الكرام يقترب من افتتاح اللوحة الألف
وال500 متر الاخيره، ونحن ناخذ بالدوران الى خط النهايه والى معرفه بطل هذا الشوط. هذا هو محير، هذا هو محير على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، شعار أبعاد من خطفت الشوط الرئيسي للبكار، وكانت بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يعود مع هذا الشوط بقيادة محير. محير ما زال على المركز الأول ويقترب من لوحة الألف ومئتين متر الأخيرة، ولا خوف عليه نواصل على هذا المنوال يا العملاق، لا خوف على محير إلا من المشاغب. دير لي بالك من المشاغب، بس دير لي بالك من محمد بن خالد العطية اللي أشوفه يتابع ظبيان لهجن الشحانية، ويصل شداد ويصل الذهبي نجم هذا المساء، يصل مع تضمير شداد على المركز الثالث. سالم بن فاران يتابع شداد كما تابع العديد من الأسماء التي ظهرت بمستوى راقي وعالي وممتاز. نعود إلى مقدمة الشوط، المركز الرابع الباز واصل على المركز الرابع الهجن الشحانية، سلطان الوهيبي في التضمير، سلطان يحاصر المراكز من خلال المركز الأول والمركز الرابع. المركز الخامس بعيد كل البعد. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى محير. محير 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 ينطلق والعصا قوس دون أي تعليمات. ما أجمل هذا المنظر يا الوهيبي، ما أجمل هذا المنظر، العصا قوس والانطلاق ذاتي وتلقائي. يا سلام، محير لا يرضى بتسليم المقدمة والسلطة في هذا الشوط. الله، شداد يتحرك، شداد يتحرك، انطلق شداد، تحرك شداد وتحرك ظبيان، ظبيان وشداد، ظبيان وشداد، والباز غادم، الباز غادم، ولد الشيبة، ولد العود، رحمك الله يا الباز على ما قدمت في ميادين السباقات. هذا هو ولد الباز، يخترق حاجز الصوت، يرقص بين هذا وذاك، يرقص ما بين ظبيان وشداد إلى الأمام يا الباز، ولكن ظبيان، ولكن ظبيان، ظبيان وشداد والباز، ولكن شداد شد الرحال، شداد شد الرحال، وبالفعل وبالفعل يخطف ناموس الشوط. تهاني للهجن الشحانية وللمضمر النجم سالم بن فاران على فوز شداد وانتزاعه لناموس الشوط، وعشرة على عشرة يا الذهبي، عشرة على عشرة الليلة. المركز الثاني، المركز الثاني ما بين الباز وما بين ظبيان الهجن الشحانية. المركز الرابع، المركز الرابع محير لهجن الشحانية سلطان الوهيبي ضمره. المركز الخامس شاهين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، هو من احتل المركز الخامس. أيها الأعزاء، إلى شداد ينتزع المركز الأول في هذا الشوط لهجن الشحانية بقيادة المضمر النجم في هذا المساء سالم بن فاران المضمر الذهبي. هذا هو شداد، شكله ممتاز وأدائه أكثر من ممتاز. 7:49، 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني لسالم بن فاران. المركز الثاني الباز، توقيت الباز 7:49، 93 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز الباز بالمركز الثاني، وتهاني للسلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث ظبيان، توقيت ظبيان 7:50، 20 جزء من الثانية.